الرحمن الرحيم، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي مجددا في برنامج مخ الهدراء، وحديثنا اليوم راح يكون عن كيفية قراءة المسار المفكر أو العالم أو الفيلسوف. في الحقيقة أن كثير من الناس يهزوا فقط، يعني لما يجوا يتناولوا في شخصية من الشخصيات يقروا ماذا قال وماذا قال عنه الناس، وربما هذا يعني قد يكون أمر مقبول بالنسبة للإنسان العادي، لكن بالنسبة للباحث، خاصة الباحث عن الحقيقة واللي يحفر في عالم الأفكار وعالم الشخصيات، ما يقدرش أن يحكم على مفكر وعالم فيلسوف من خلال أقواله فقط أو ما قيل عنه فقط، سواء كان ما قيل عنه من طرف من هم أنصاره أو من طرف من هم خصومه. ونعرف أن كل إنسان أو كل شخصية بارزة يكون عندها ناس يكونوا معها وناس يكونوا ضدها، وإن كان ليس ضدها بكل شيء قد يكون ضدها في بعض الأفكار وفي بعض المواقف. مهم نرجع أن فكرة الحكم على شخصية معينة، خاصة شخصية المفكر والفيلسوف العالم، ليس من خلال أقواله فقط أو ما كتبه فقط، لا بد أولا أن نحيط علما بالظروف الشخصية والاجتماعية التي عاشها هذا المفكر أو هذا الفيلسوف وهذا العالم. لازم نعرف هذه الظروف المحيطة به اجتماعيا وسياسيا اللي خلاته يأخذ مثلا بعض المواقف أو يتخذ بعض الأفكار دون البعض. إذن الظروف اللي عاش فيها المفكر أو الفيلسوف أو العالم مهمة جدا، وهذه الظروف الاجتماعية الشخصية، من المنزل، الأسرة، الأصدقاء، ربما الجيران، المدرسة، الشارع، الناس اللي يعرفوه، الحكم، السلطة، كيفاش كانت توجهاتها، الظرف الداخلي والظرف الخارجي، يعني إذا كان هناك أعداء وهناك حروب وشيء من هذا القبيل. إذن هذه الظروف مهمة باش نعرف احنا الخلفية ننطلق من هذا المفكر وهذا الكاتب أو الفيلسوف، ثم نعرف خصوصية هذا المفكر وخصوصية الشخصية، وبالتحديد يعني نتعرف على من قرأ وعلى من تتلمذ وما هي الشخصيات اللي تأثر بها والكتب التي قرأها وركز عليها مرجعياته ومصادر فكره. إذن هذه كلها مهمة جدا باش بعد ننطلق في قراءة هذا المفكر والعالم ماذا قال وماذا قيل عنه. يعني حيث نجد في مجتمعنا الناس تتداول شخصيات معينة، يعني قال فلان قال فلان، وكأنه يعني يردد فقط ماذا قال، ولكن لا يعرفون شيئا عن هذا الشخص بالتحديد، كيف يفكر، كيف عاش، الظروف اللي انطلق منها، ما هي الأفكار اللي بقت حية من مما فكر فيه في زمنه ووقته، وما هي الأفكار اللي كانت فقط انعكاسات لظرف معين وبالتالي لا تؤخذ على الإطلاق. نجد كثير من الشخصيات عندنا، مثلا نأخذ المجال الديني، مثلا ابن تيمية، مثلا ابن تيمية كثير من الناس، يعني هو شخصية أصبحت تقريبا أسطورية لأنها أثرت على الأمة، خاصة في بعد وفاته، يعني بعد وفاته تلاميذه والناس اللي جوا بعده، خاصة الحركة الوهابية، محمد بن عبد الوهاب أحيى التراث ابن تيمية، والآن نجد أن الكتب التي تطبع حول ابن تيمية شخصه وكذا تقريبا ملأت المكاتب الشخصية تقريبا رقم واحد، نجدها في المكتبات والتي يدور في حماها هذا الفكر الذي أصبح عرب أنه الفكر السلفي، لأصبح هو الضاغط على المجتمع الإسلامي إن لم نقل المسيطر في كثير من الأحيان. هذا ابن تيمية شخصية عالم، يعني عالم مفكر، يعني عاش في ظروف معينة،
لازم نعرف وشو الظروف اللي عاش فيها ابن تيمية. يعني الظروف كانت الظروف داخلية وظروف خارجية. الظروف الداخلية والمناطق اللي تنقل لها من دمشق إلى مصر إلى المنبت الأصل تاعها حران، هذه واش كانت تعرف حران، هذه اللي كانوا يقولوا أنها موطن الصابئة عبدت الكواكب والنجوم. كذلك ابن تيمية يعني ينسب المذهب الحنبلي الإمام أحمد بن حنبل، ويقول أنه هو الذي عاد يعني بعث أفكار الأفكار العقدية خاصة الإمام أحمد بن حنبل، وكانت له اجتهادات كثيرة في الجانب العقدي وحتى في الجانب الفقهي. في وقته لاقى صراعات كبيرة، يعني دخل السجن أكثر من مرة واصطدم بالفقهاء واصطدم بالعلماء في زمنه واصطدم بالحكام بعد ذلك، يعني دخل السجن أكثر من مرة حتى أنه توفي في السجن. وكثير ويقال أن كثير مما كتبه كتبه في السجن أو أملاه في السجن. إذن كان ظروف هذه الداخلية، ظروف الظرف الخارجي المهم أيضا وهو الغزوات تاع المغول. جاء في وقت الغزوة الكبيرة المغول على العالم الإسلامي، في وقت كان العالم الإسلامي في تدحرج وفي صراعات يعني مذهبية وإقليمية استنزفت فيها الدماء والأموال، تشتتت الأمة. إذن ابن تيمية جاء في وقت حرج ووقت صعب، وبالتالي حاول أن يقيم دعائم الإسلام كما فعل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي قبله من قرنين، تقريبا قرنين من عصر ابن تيمية قبله. حاول أيضا الإمام الغزالي اللي جي أيضا في ظرف خاص وشهد يعني معارك محلية وصراع كبير على المستوى الفكر وعلى المستوى العقدي، جعله يعني يحاول أن يعيد بعث الإسلام من جديد وإحيائه من خلال كتاب إحياء علوم الدين. كذلك ابن تيمية يعني تقريبا فعل نفس الشيء وانتصر لمذهب السلف الصالح والقرون الأولى، وحاول أن يعني يدخل كل الميادين تقريبا الفقهية والعقدية والفلسفية نفسها، يعني خاصة الفلسفة. ابن تيمية حتى إن لم نقل أنه فيلسوف يعتبر مفكر غاسة في الفلسفة للعمق. كتاباته يعني خاصة الكتابات تاعها الخاصة جدا، درء التعارض بين العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول المنقول، أو تلبيس الجهمية أو الصفدية، الرسالة الصفدية أو الحموية وغيرها، فيها كثير من الأفكار الفلسفية والرد على الفرق والمذاهب والشخصيات. ابن تيمية تقريبا تصدى للجميع من معتزلة من أشاعرة من متكلمين من حتى من فقهاء، يعني ونقد يعني كان نقده لاذع وعنيف. ويتميز ابن تيمية بأنها شخصية يعني جدلية عنيفة إلى درجة التعصب، لأنه كان في موقع يحاول أن يدافع عن الإسلام الأصيل في رأيه أو الإسلام الأول كما جاء، وأن يعيد الأسس إلى خير القرون وكيف جاء كما جاء الإسلام في بداياته. إذن لما نقرأ ابن تيمية ما لازمش فقط نأخذ أقواله وما قاله وما قيل عنه من سواء كان من الأنصار أو من الخصوم، هذه ما يكفيش. الإنسان يبحث عن الحقيقة والإنسان الكاتب أو الإنسان الذي يريد أن يعرف ظروف اللي عاش فيها ابن تيمية ولماذا صدرت عنه كثير من الأفكار والأقوال التي يعتبرها البعض أن فيها نوع من التعصب أو نوع من الغلو أو الحملات العنيفة اللي قادها مثلا ضد الأشاعرة أو ضد يعني كثير من الشخصيات الإسلامية البارزة كأبو حامد الغزالي كفخر الدين الرازي كابن رشد، انتقدهم انتقادات يعني عنيفة ولاذعة في كتبه، وهو في ظنه أنه ينتصر للإسلام الأصيل. إذن احنا قبل ما نحكم على ابن تيمية لازمنا نعرفوه ابن تيمية الظروف اللي عاش فيها. والأسف أن كثير من الكتب
الآن اللي تطبع على حول ابن تيمية ما تركزش على هذا الجانب الشخصي أو الخلفية الاجتماعية والسياسية اللي كان موجود فيها على المستوى الداخلي والخارجي. لازم نعرف أن هذا المفكر هو إنسان مثل باقي الناس، يتأثر بالإيجابيات ويتأثر أيضا بالسلبيات، يعيش الظرف. خاصة المفكر يستوعب كل المتناقضات اللي عاشها في وقته، وبالتالي بش يبلور الرؤية وبش ينظر في فكرة معينة، لازم يكون عندها قواعد وخلفيات ينطلق منها. يعني الأساتذة اللي قرأ لهم الكتب اللي طلع عليها، الظرف الاجتماعي اللي عاش فيه، والضغط السياسي اللي والسلطة واللي كان عايش في أحضانه، الظرف الخارجي اللي كانت اللي كان يشوف الأمة تعرض له، هذه كلها تساعدنا في فهم يعني هذه الشخصية. وبالتالي ما نقعوش احنا لا في الافراط ولا في التفريط، بحيث ما نزمش احنا نفرط حتى نقدسوه ويعني هذا الشخص ابن تيمية وغيره يعني ونجعلوه في مواقع العصمة، فالعصمة الا لنبي، وما نهونوش من امره كذلك، ونهضموا البضاعة او الفكرة اللي جا بها او الافكار او الكتابات اللي كتبها جملة ونضربها عرض الحائط جملة واحدة. لا، يعني لازم نكون الإنسان يكون وسط خير الأمور أوسطها، خاصة في البحث العلمي لازم يكون إنسان عنده نوع من البرود العاطفي حتى يتمكن من هضم الفكرة ورصد هذا الشخص في زاوية معينة، زاوية تاريخية، زاوية نفسية، زاوية اجتماعية، عدة زوايا من خلالها من بعد احنا نجو نقرأ لأفكاره ونقرأ ماذا كتب وماذا قيل عنه. كان نقطة أخرى مهمة أيضا، أن المشكل أن احنا كثير من كتب مثلا ابن تيمية كما قلنا صياغة فلسفية في عمق الفلسفة، وحتى أنصاره أكثر الناس المبرزين اللي دافع عنه ربما ما تمكنوش من فهمه، لأن كانت أفكار فلسفية في وقتها متأثرة بالمدرسة المشيئية، بالأرسطية، بالأفلاطونية، الأفلاطونية المحدثة، النزعات الكلامية اللي كانت في العالم الإسلامي، تراث المعتزلة، كل هذا حاول ابن تيمية أن يدخل فيه يهضمه يعني في وقته من شيعة ومن سنة ومن خوارج ومن كذا. إذن مهوش من السهل أنك يعني أنك بيشتقر، إذا كان بيشتقر مثلا الصفدية ولا درة تعارض العقل والنقل بدون أن تلم بهذه الخلفيات، لازم تكون عندك نظرة لهذه الخلفيات وكيفاش انطلقت، وهذه ما ربما ما يقدرش يقوم بها عبد واحد. ولذلك ندعو إحنا في العالم الإسلامي خاصة إلى أن يكون هناك ملتقيات لمناقشة أفكار هذا الرجل ابن تيمية أو مالك بن نبي أو جمال الدين الأفغاني أو غيره من الشخصيات، أو ابن بديس أو الإبراهيمي مثلا. كثير عندنا يعني في العالم العربي الإسلامي من المفكرين من العلماء ما قدرناش أننا نعرفوهم على حقيقتهم، فقط قعدنا نهزها وقالوها وقالوا عليه، واحد يحطها في الخانة الحمراء، واحد يحطها في الخانة البيضاء، واحد كذا. إذن في الحقيقة ما استفدناش منه هذا التراث، لأننا ما حطيناش الأمور على الطاولة وما درسناهاش كما يجب أن تدرس علميا وفكريا، وما حطناش بها من جميع الملابسات. إذن مخ الهدرة في حصة اليوم نحب نقوله أن دراسة أي مفكر، وإن كان ركزنا على ابن تيمية بصفة خاصة، هو لازم نعرف الظروف اللي عاش فيها والأفكار اللي تأثر بها والناس اللي قرأ عليهم والكتب اللي تأثر بها والظرف الداخلي والظرف الخارجي والصراع السياسي اللي كان موجود في وقته، باش احنا بعد ذلك ننطلق في قراءة ماذا قال وماذا قيل عنه. نلتقي في حصة أخرى بحول الله.
you